بنتكلم على 50 سنة على نصر أكتوبر العظيم، النصر اللي لنا أن نفخر جميعا كمصريين بهذا النصر، وضروري اللي احنا نستلهم في هذا التوقيت ونستعيد روح أكتوبر اللي كانت موجودة عند الشعب المصري كله، روح العمل، روح الإرادة، روح العزيمة والتخطيط والاصطفاف خلف القيادة والإرادة القوية اللي قدرت اللي هي تعبر المستحيل وتحقق نصر أكيد كان كتير كان بيشكك فيه، خصوصا بعد خروج مصر من يعني نكسة 67 تحديدا، وكل كان بيتوقع أن مصر استحالة أبدا أن هي تنهض وتعود لعافيتها مرة تانية بعد هذه النكسة مش أقل من 20 سنة. لكن في وقت قليل جدا قدر الجيش المصري العظيم باصطفاف الشعب من خلفه اللي هو ينهض من هذه يعني النكسة، ويقدر اللي هو يبني جيش ويقدر يحارب ويقدر بأقل الإمكانيات اللي موجودة، لكن بعقيدة المقاتل المصري إن هو يستعيد كل شبر من أرض سيناء الغالية. روح أكتوبر لابد اللي احنا نستلمها. افتكر يا جمانة اللي أنا كنت من يومين مع لواء في أكاديمية ناصر العسكرية اللي هو محمد الغباري تحديدا، وقال لك احنا الوقت والمعايير والتحديات اللي كانت موجودة وقتها قد تشتبه لحد ما مع الظروف الحالية، لكن كان عندنا إرادة حقيقية. قال لك قد إيه كانوا 5 بيتقسموا في فرخة، قال لك قد إيه كانوا كلهم عندهم هدف أسمى وهو تحقيق نصر أكيد. عاوزين نرجع الروح دي مرة تانية عشان ننهض ونعبر ويبقى عندنا إرادة حقيقية من حديد. هي كلمة السر كلها الحقيقة الإرادة والإيمان. الإيمان ربنا بكل تأكيد، وأيضا الإيمان بنفسك وبقدراتك وبوطنك وبلدك. ويمكن عارف أنت فكرتني برضو كان في فيلم، أعتقد أنه كان فيلم غالبا مافيا، غالبا أحمد السقا، فاكرة ساعتها أنه كان في جملة مهمة جدا كان الفنان حسين فهمي قالها في الفيلم، قال أنت مش بتحب أمك عشان هي أحسن ولا أجمل ست في الدنيا، أنت صحيح. بتحب أمك عشان هي أمك، هي الست اللي ضحت عشانك، هي أمك، أيا كان بقى في أحلى في أجمل في أقوى ملهاش أي علاقة. هي دي الفكرة، إحنا بنحب مصر عشان دي بلدنا، عشان دي أرضنا، عشان ده المكان اللي اتولدنا وعشنا فيه، عشان دي اللي فيها أجدادنا، دي الأرض اللي تستاهل كل نقطة دم في كل واحد موجود فيها. بدون شك ملحمة أكتوبر هي واحدة من أهم الانتصارات للشعب المصري والأمة العربية في القرن العشرين. عملية الإعداد العسكري تحديداً والتعبئة الشعبية اللي قامت على الانتماء والإخلاص والإيمان بالوطن والثقة في الانتصار، دي كلها بتشكل روح أكتوبر اللي عاشها المقاتلون على الجبهة واللي عاشها المصريين في كل قرية ومدينة. يمكن دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها أحمد، إنه فكرة الإيمان وان يكون عندك صحيح. هدف، وان انت تكون صاحب حق وبتدافع عن حق، مش رايح تغير على ارض ما، او انت رايح تاخد حق مش حقك. صحيح. يمكن في 3 ثوابت تحديدا عند المصريين لو حد قرب من حاجه منهم اعتقد بتبقى نقطه فاصله ونقطه ومن اول السطر، ولازم كلنا ننهض ونبقى غيورين عليها، واهمهم الارض والارض طبعا. واعتقد اللي حصل في ملحمه اكتوبر هو ده المعنى الحقيقي اللي كان بيأكد عليه بالأمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في الندوة التثقيفية رقم 38 للقوات المسلحة، واللي كانت بتعقد كمان بمرور 50 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة. سيادته قال إن في حرب أكتوبر حضرت الروح الوطنية القتالية اللي حولت الألم إلى طاقة عمل عظيمة عبر بها الحاجز اللي كان منيع، وهنا بنتكلم على خط بارليف تحديدا، والحاجز ده كان بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها، تم إزالة هذا الحاجز وتم إزالة جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق حملة يعني، أو هذه العقول تنطلق حاملة مشاغل الأمل، مشاعل الأمل والنور للشعب المصري العظيم والأمة العربية أيضا. لأن يمكن جولدا مائير قالت في وقت من الأوقات إن لا يمكن الانتصار على العرب إلا برحيل جيل أكتوبر، لكن في الحقيقة جيل أكتوبر ما رحلش. جيل أكتوبر هو امتداد للثقافة والإرث المصري اللي ممتد معنا حتى هذه اللحظة. يمكن جيل أكتوبر هو نفس الروح اللي رجعت مرة تانية في 30/6. المصري غيور على أرضه، المصري غيور على هويته، بمجرد ما بيحس إن في خطر وخطر بيهدد الأمن القومي أعتقد كلنا بننهض وكلنا بننتفض وكلنا بنقوم ونقول لأ وبنحافظ على أرضنا.
صحيح احمد، يمكن كمان زي ما تابعنا امبارح خلال فعاليات الندوه التثقيفيه 38 طبعا بمناسبه مرور 50 سنه على حرب اكتوبر، كنت شفنا حتى الفنانه منى زكي وهي بتقول ان الشعب المصري ملوش كتالوج. احنا وقت ممكن صحيح ان احنا في وقت من الاوقات نختلف، يبقى كل شخص فينا عنده راي، لكن في ثانيه كده حتى ممكن احنا نسخر من نفسنا، لكن اول ما حد بيقرب عندنا الوضع كله بيختلف. بتلاقي فجأة حد انت ممكن ما تكونش متخيل انه يبقى عنده الحماس ده، وحتى يبقى عنده خلينا نقول ايه الغيرة للدرجات دي على أرضه وعلى بلده، فجأة كلنا بنبقى إيد واحدة. صحيح. فجأة كلنا بنتحول لصف واحد محدش حتى بيقدر ان هو يتخطاه. ويمكن دي الفكرة اللي على مر الزمان وعلى مر العصور ايا كان مين المستبد والمحتل ما قدرش يفك الشفرة دي. دي شفرة المصريين، لأن احنا شعب ليه حضارة آلاف السنين. أجدادنا قدروا يسجلوا على المعابد، جدران المعابد ازاي انتصر والمعارك اللي خضوها وازاي قدرنا نحقق ده. احنا نختلف عن أي حد تاني، وده الحاجة أو دي الحاجة المهمة جدا اللي احنا لازم نصدق فيها مهما حصل. فكرة حرب حتى التشكيك في نفسك، وزي كمان ما تابعنا خلال فعاليات الندوة التثقيفية أمس، إنه دي ليها استراتيجية. فكرة التشكيك في نفسك، وان انت دايما يصدروا لك اخبار مغلوطه او يدخلوا الاخبار او يدخلوا حقائق مغلوطه في النص، او حتى نقلل من حقيقه او نزود من حقيقه، كل دي طرق عشان تدخل في عقولنا حتى انها تغير التاريخ. مش هقول ان هي حتى ان هي تحاول تغير في عقولنا او في هويتنا، فكره حتى تحريف التاريخ. ولو رجعنا مره تاني الحقيقه لروح اكتوبر زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، ما كانش ده يعني طبعا حرب عظيمة ومجيدة، لكن ما كانش ده آخر انتصار لينا. يمكن روح أكتوبر دي تجلت مرة تانية في الحرب على الإرهاب وقدرة الجيش المصري على القضاء على الإرهاب والجماعات المتطرفة في سيناء، ثم كمان امتدت بعد روح أكتوبر بالبناء والتعمير من خلال مشروعات عملاقة في كل القطاعات لتنمية أرض الفيروز اللي ارتوت بدماء أبطالنا. ما يحدث الآن في سيناء اعتقد ان احنا ما شفناهوش على مدار السنين اللي فاتت. صحيح. التنميه والتعمير والاعمار اللي حصل في سيناء ما شفتهوش على مدار السنين اللي فاتت. اعتقد كمان حتى يمكن اهل سيناء، اهالينا في سيناء دلوقتي شايفين اللي بيحصل، شايفين مدن جديده، شايفين مشروعات جديده ومشروعات كبيره، شايفين زراعه، شايفين خير، شايفين صحيح. فرص عمل. كل ده ما كانش موجود، وكل ده كان مستحيل يحصل لو ما كناش قدرنا نطهر. لطيف هنا حاجه اللي انت كمان عارفين. في اول مره في تاريخ مصر اللي انت تحطي خطه، مش خطه خمسيه، لا ده خطه ممتده ل 15 سنه قدام 20 30، خطه تنمويه اثرها هتظهر للنور يمكن بعد 10 سنين وبعد 12 سنه، لان انت عامله خطه تنمويه متكامله لتغيير حال المواطن المصري، ليه كمان جذب مزيد من الاستثمارات. فكل ده عمره ما كان هيحصل غير بالعمل والبناء والإرادة الحقيقية اللي بيها بتبنى الأبطال. الاستثمارات الحقيقية يمكن من دلوقتي باينة كمان يا صحيح. أحمد، يعني فكرة حتى أبسط حاجة الطرق اللي اتعملت، فكرة تسهيل التحرك بالنسبة لنا من هنا من العاصمة أو من أي محافظة لسيناء والعكس، ده حتى ما كانش موجود. فدي كل دي حاجات أعتقد أن حتى بوادرها بانت، مش لسه هنحتاج 10 أو 15 سنة. طبعا الأثار والثمار الأكبر هتبان، والهدف الأكبر صح. هيبان طبعا زي ما أنت بتقول، لكن من دلوقتي إحنا شايفين الأثر. مرة تانية إحنا كل سنة هنفضل نحتفل بحرب أكتوبر، وكل سنة هتبقى احتفالنا بيها أكبر وأكبر عشان الأجيال الجديدة تعرف قيمة هذه الحرب. عرفوا ولادكم إيه تاريخنا، عرفوا ولادكم إيه اللي إحنا كنا بنتعرض ليه، عرفوا ولادكم قد إيه حرب أكتوبر حرب عظيمة. بلاش يبقى معلوماتهم بيجيبوها من بره، زي ما كنا دايما بنقول احنا اللي لازم نحكي قصتنا طول الوقت، مش لازم ابدا نخلي حد يحكي لنا قصتنا ولا يحكي لنا تاريخنا. كل سنه وكلنا بخير وبعزه وسلام ونصر، كل سنه وكل المصريين بخير. صباح الخير على حضراتكم مره تانيه، صباح الخير يا مصر. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. على وش الأرض وبتنفس وفي قلب النبض لا يمكن شمسك يوم هتغيب. وجعك يا حبيبتي بيوجعني، والدنيا بحالها بتسمعني، أنا منك
طول الوقت قريب، مش عايزك تقلقي ابدا طول ما انا فيا الروح ومعاكي هروح اخر المشوار، وفي وسط العتمه ووسط الضلمه انا باب مفتوح وزواج الليل هقلبه لنهار. وقت الضعف كلك ضهر وحيطة وسدي صد الخوف، مش أقبل أشوف عيونك دمع صابع العشرة هقدم شمع وبكرة هنقلب أي ظروف، مش عايزك تقلقي أبدا طول ما أنا فيا الروح ومعاكي هروح آخر المشوار، وفي وسط العتمة ووسط الضلمة أنا باب مفتوح وزواج الليل هقلبه لنهار، مش عايزك تقلقي أبدا طول ما أنا فيا الروح ومعاكي هروح آخر المشوار.